أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى ندوة اليوم التي هي بعنوان العين الثالثة، والتي نتحدث فيها عن الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط والعالم. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بزميلتي منال حسون. أهلا بك منال. أهلا بك معزا، وأهلا بجميع مشاهدينا الذين يتابعون في هذه الحلقة الخاصة من العين الثالثة التي سنتحدث فيها عن الدور التركي. تتابع تركيا الدور المرسوم لها بحسب ما تريد القوى العالمية العاملة في تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير، التي أعطت لتركيا دور الدولة النموذج لشعوب الشرق الأوسط. كان من المفروض أن يكون لتركيا الدولة النموذج للإسلام المعتدل وتطوير تركيا لعلاقاتها مع سوريا جزءا من هذه الخطة. وما المسرحية الشهيرة في مؤتمر دافوس بوجه الرئيس الإسرائيلي وأرسال الناس عن سابق قصد للموت في حادثة سفينة مرمرة، كانت أيضا بهدف أن تقبل الشعوب العربية به كبطل. مشاهدينا، حول هذا الموضوع يسعدني أن نرحب بضيوفي هنا في هذه الحلقة الثالثة من العين الثالثة، وهم الدكتور حسام الدين خلاص الذي تعودنا أن يكون دائما معنا في معظم اللقاءات السياسية، رئيس الأمانة العامة للثورة الوطنية في سوريا. أهلا وسهلا فيك. مساء الخير. أهلا وسهلا في حضرتك. أهلا وسهلا فيك. هبة محمد، رئيس مكتب الإعلامي في الأمانة. أهلا وسهلا فيك هبة. وأيضا بالمحامي الدكتور بسام أحمد، أستاذ القانون الدولي في جامعة شرين. أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم جميعا. دعوتنا، شكرا لك. أهلا بكم جميعا. طبعا بالبداية دكتور حسام، إلى أي حد تؤثر الانتخابات البرلمانية على الدور التركي في سوريا؟ بداية الرحمة لأرواح الشهداء، شهداء الجيش العربي السوري، وتحياتنا لجرحانا والدعاء لهم بالشفاء. الانتخابات التركية، وقد خرجنا من نتائجها منذ فترة قريبة، أعطت انطباع عن المزاج الشعبي التركي الذي تبدل، لا أقول جذريا، لكن تبدل بشكل مؤثر وفاعل. المنعكس أنا راح أقسمه لقسمين، منعكس على الداخل التركي ومنعكس يتعلق بال الوضع في سوريا. فيما يتعلق بالداخل التركي، أصبحت الأمور واضحة. هذه الشخصية وهذا الحزب الذي يقف وراء أردوغان، ما وعد به الشعب التركي أصبح مفضوحا، لم يحقق شيء مما وعد به، إضافة إلى أنه غير الهوية التركية. هذا الموضوع خطير جدا، يعني أن تتبدل دولة وتنتقل دولة كانت في مكان محضر لها أن تنضم للاتحاد الأوروبي، فجأة نجدها تتزعم وزن إرهابي، كتلة إرهابية، علاقاتها اللصيقة مع إجرام عالمي، دعنا نقول بهذا المسمى. إذا استفاق الداخل التركي، أعطى رأيه السياسي، خسر أردوغان، خسر أردوغان بطريقة أنا أقول أنها بداية انهياره وتلاشيه من الحياة السياسية. طبعا هذا التغير سيصب في مصلحة الشعب السوري بطريقة، لم يعد أردوغان هو المنفرد الوحيد في اتخاذ القرار بما يجري على حدوده الجنوبية أو بما يجري في مطاراته. لم يعد أردوغان هو المحدد لشكل الدولة القادمة على أن تكون مركزا للخلافة الإسلامية ويدعي أنه خليفة المسلمين. صحيح. إذن تدفق الإرهاب سنشهد له تراجع. دعم المواقف السياسية للمعارضات التي نشأت ووضعت كواجهات للنزاع المسلح الحاصل، أيضا هذا سيتراجع. نبني هذا الكلام على تصريحات المعارضة التي استطاعت أن تحقق نجاح. هم أخذوا موقفا مغايرا كلية مما اتخذه أردوغان بحق سوريا. إذن هذه الجبهة الشمالية 900 كيلومتر، نحن نتوقع في القريب، ليس العاجل، في القريب أن يتبدل شكل الحراسة والحماية فيها. هناك ضرر كبير حاصل أولا على الداخل التركي. نعم. لأنه ليس من الطبيعي أن تحتوي آلاف الإرهابيين في داخل بلدك. نعم. وألا يصيبك من هذا الإرهاب نصيب. أيضا الشعب التركي تعب من معادات الوسط المحيط وخاصة سوريا، التي لم تبادر في يوم من الأيام بأي خطوة عدوانية باتجاه الشعب التركي.
إذا وإنما فتحت لها الأبواب مشرعة بشكل واسع. كنا دائما على علاقات طيبة مع الشعب التركي ولا نزال يعني ولا نزال مع الشعب التركي بالضبط أكيد. بالضبط حتى مع الحركة السياسية الموجودة في تركيا نحن يعني على علاقة طيبة، لسنا بخصومة، إن كنا في زيارات كان حتى أثناء صحيح. الأزمة كانوا يجوا في زيارات صحيح. فكي لا أطيل، يهمنا جدا أن المتنفذ والآمر والمحرك للإرهاب الدولي المتدفق من الجبهة الشمالية في سوريا أصبح الآن مغلول اليدين، وقراره لن يكون انفراديا، وإنما هناك زيادة في الرقابة وزيادة في الحرص على ألا تكون تركيا كما أرادها طيب رجب أردوغان دولة مجرمة معتدية في المنطقة، وهذا يخدمنا بكل الأحوال. صحيح هذا الكلام. أستاذة هبة، إذا أردنا أن نتحدث عن الدور التركي في الأزمة السورية وخاصة ما رأيناه من الاقتصاد، وخاصة ماذا فعلت مثلا في حلب، ماذا قامت به أيضا من خلال الحدود التركية السورية، عن منح اقتصادي أكثر. بداية بترحم أرواح الشهداء وبدعي للجرحى الشفاء العاجل، وكمان الدعاء الكبير للأبطال الصامدين على جبهات القتال من جيشنا. بالنسبة للاقتصاد كان كتير لعبت دور كبير بالاقتصاد، حاولت أنه تلعب على هيدا المنحة. أول شيء بلشت هي كان هو يعني تقدير خاطئ من حكومتنا، فوتنا الاقتصاد التركي دخل بالسوق السوري بشكل قوي حتى صار يعني يأثر على المنتج والمنتج السوري، فالاقتصاد التركي غزا السوق السوري، هيدا أثر علينا نحن الشعب السوري. هيدا من جهة. من جهة تانية لعبت كمان هي بلشت تركيا تسرق بالمعامل، تفكك معامل حلب، يعني هي معامل المصانع، المصانع الآثار حتى تهريب النفط، يعني اشتغلت على كل الصعود الاقتصادية مشان انه تحقق بأي قدر يعني تستطيع انه تدمر اقتصاد السوري. نعم. طيب نحب ننتقل لدكتور بسام على الصعيد القانوني، حضرتك دكتور بالقانون ومحامي. تركيا لها دور كثير مشبوه بموضوع إدخال أو تسهيل مرور المسلحين من تركيا إلى الأراضي السورية، إضافة إلى زيارات من المسؤولين الأتراك إلى أراضي هي بالأصل سورية. على صعيد القانون الدولي كيف بتقيم هذا الموضوع؟ الحقيقة القانون الدولي يحرم التدخل بشكل مطلق، يعني مبدأ عدم التدخل مبدأ مطلق، لا يوجد عليه أي استثناء لا بالفقه ولا بالقضاء. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية عندما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وظهور القطب الواحد وعصر الهيمنة القائمة الولايات المتحدة وهيمنتها حتى على الأمم المتحدة، نشأ ما يدعى بسياسة التدخل لأغراض إنسانية. يعني هي أحدثت بالأمم المتحدة هذا المبدأ، لم يكن هو عدم تدخل مبدأ مطلق، يعني عدم التدخل بأي شكل من الأشكال، حتى الحرب النفسية الإذاعية الاقتصادية، دعم حركات تمرد، ثورات أهلية، كله حتى يعني أي شيء في الدنيا التدخل في الشؤون الدولية يعتبر منافي للقانون الدولي. ولكن الحقيقة التدخل لأغراض إنسانية أحد الأزياء الاستعمارية صنعتها الولايات المتحدة بإطار جذاب لأغراض إنسانية، نوع من الدعاية لتسويق سياساتها لدى العالم. التدخل لا يكون مشروع إلا بحالتين، بطلب من الدولة التي المساعدة يعني التي يراد مساعدتها، والتدخل هو شأن المنظمات الدولية المعنية في الموضوع، هو واجب على الدول وليس حق لها. بمعنى بالقانون الدولي لا يجوز لدولة أن تدخل كواجب عليها في القانون الدولي لإغاثة الدولة حتى لو كانت في حالة خطر، فيضان، زلزال، ثورات أهلية، حالات أزمات حادة جدا، لا تتدخل إلا عبر المنظمات الإنسانية وبطلب، يعني هو واجب وليس حق للدولة. ولكن مثل ما حكينا الولايات المتحدة عندما هيمنت على الأمم المتحدة اخترعت ما يدعى بالتدخل لأغراض إنسانية بإطار جزافة، تدخلت في العراق وتدخلت بنفس اللحظة، استخدمت الأسلوب يعني تدخلت ضد، أطلقت يد تركية ضد أكراد العراق، وتدخلت في العراق ضد الأكراد، وتدخلت في الصومال حتى يعني التدخل لأغراض إنسانية في الصومال، فأصبحت هي ارتكبت مجازر
تحت تدخل لأغراض إنسانية من قبل الأمريكان أكثر من الأزمة الحقيقية ضمن الدولة. دكتور في إثبات لو انتقلنا لو أسقطنا هذا الشيء على الموضوع التركي، تركيا خرقت من ناحية قانونية هي تصرف غير قانوني على الإطلاق. يعني هي تدخلت وساعدت المسلحين وحركات التمرد وبالمال وبالسلاح والافتئات السياسي على سوريا في بكل معنى. الحقيقة هي لو جينا على هذه العلاقة من منظور تاريخي، سوريا وتركيا في أحقاد وصراعات تاريخية لأسباب متعددة من أيام العثمانيين، أيام العثمانيين كسلطنة حاولت هيمنة على الأمة العربية بالمطلق وفرض نظام استبدادي لا يمت إلى الإسلام بصلة. عندما نحول الإسلام إلى إيديولوجيا هنا نقضي على طبيعة الرسالة السماوية السمحة. تركيا كسلطنة وكدولة حاولت استخدام الرسالة أو الدين الإسلامي كدين سماوي إلى إيديولوجية سياسية مصلحية نفعية ليس إلا، يعني لم تكن من منطلق التسامح والمحبة والإخاء. سوريا الحقيقة من حقها ومن واجبها للحفاظ على أمنها وسيادتها واستقلالها أن تفتح علاقات مع جيرانها. كان في قطيعة بينه وبين تركيا يعني عبر السنين الماضية، فالمحاولات السورية لإعادة تشابك دول الجوار حالة طبيعية جدا، والدولة تحافظ على أمنها وتكون علاقاتها جيدة مع جيرانها. ولكن الشيء ليس جيد هو ما يخطط له الآخر تركيا، الغدر في العلاقات الدولية وفي القانون الدولي وفي الأخلاق الدولية. طب ماذا نستطيع أن نفعل عبر القانون الدولي؟ موضوع تسهيل مرور المسلحين معروف عبر شركات طائرات، عبر تصريحات مسؤولين غربيين حتى بكافة وعبر يعني وسائل إعلام مختلفة أنه من كل دول العالم يأتي المسافرين إلى تركيا وبالتالي إلى سوريا. الحقيقة وفق القانون الدولي بالمطلق، هلا لو رفعنا أمر إلى، لو قلنا بالقانون، القانون يعني هناك مسؤولية. صحيح. لو رفعنا الأمر إلى محكمة العدل الدولية، حصل هذا في نيكاراغوا عندما تدخلت الولايات المتحدة لقلب نظام الحكم بالثمانينات في نيكاراغوا بحجة أنه غير ديمقراطي. صحيح. فاجتمعت محكمة العدل الدولية كقضاء دولي ونظر في الموضوع. بقى الحكم طبعا المسألة 3 سنوات أمام القضاة فخلصوا إلى نتيجة. لا يوجد قاعدة في القانون الدولي تبيح لدولي قرار حكم أن تتدخل في شؤون دولية أخرى بحجة أن نظام الحكم غير ديمقراطي، وحملوا المسؤولية على الولايات المتحدة. هي إذا من ناحية القانونية البحتة. طيب أين جميل. هذا القانون؟ ولكن نحن ما بدنا، يعني ما الفائدة إذا توجهنا إلى محكمة العدل الدولية؟ والحق واضح وصريح، العصر ليس عصر قضاء وليس عصر عدل، عصر قوي وسياسي. طبعا سياسة القوي، يعني عندما ما هو حقنا القانوني تجاه تركيا هو حق واضح كالشمس، يعني لا يحتاج إلى تحليل. كمان فيما يتعلق بزيارات المسؤولين الإتراك إلى الأراضي السورية، زيارة تسلله إلى الأراضي السورية وبحجة زيارة قبر جد، وهذه التمثيلية والمسرحية، يعني مثل ما حكى ناب شو في جلد صعبان، يعني هو أوغلو كان هيك صورته تمثيلية ومسرحية كثير. هو زعلان على جده المات من مئات السنين وجاي عم بيصلي، وأصلا ما في أثر لجده في المنطقة وكلها بدعة. هنن جماعة يعني الأتراك عبر التجربة ثبتت أنه شعب حقيقة غير قادر على إقامة علاقات جيدة مع الجيران، والعلاقات الجيدة مع الأتراك تكون عن طريق القوة. يعني حرية أي دولة من دول المجاورة لتركيا تكتسب مع تركيا وعلاقات جيدة مع تركيا من خلال القوة وليس من خلال الأخلاق الدولية. دكتور حسام، ما رأيك بهذا الكلام الذي سمعناه من الدكتور بسام، وخاصة أننا كنا نرى المعسكرات والأسلحة التي تحشد على الحدود ما بين سوريا وتركيا؟ لا، باختصار نحن بنعرف أنه ما في قانون دولي، وتركيا بتعرف أنه ما في قانون دولي. يعني تفعيل القانون الدولي هو بشكل سياسات معينة. القانون موجود ولكن قصدك تطبيق، تفعيله أو تطبيقه ضمن سياسات معينة. لا، يعني عدم اقتناعنا بأن هذا القانون لم يستعمل على الإطلاق لمصلحة شعب معتدى عليه، موجود على الورق كما يقولون. خير مثال قضية فلسطين، خير مثال قضية فلسطين إذا بدك. يعني كم قرار صدر أقوى من قرارات محكمة العدل الدولية. الآن ليس هذا مهما علينا، يعني القيادة السورية أو خلينا تحديدا القيادة السورية تعرف تماما أن مثل هذه المعارك لا تحسم عبر القانون الدولي.
لا تحسم على الإطلاق. ممكن لجوء للقانون الدولي في حال نزاع بين دولتين متحابتين. نعم، نزاع قانوني بالضبط. نزاع مو صراع. أما في حال صراع وجود لن يحل المشكلة. نعم. القانون الدولي صحيح. وتركيا صراع أقوى معقد. نعم نعم. فتركيا تعرف كما الكيان الصهيوني، تركيا لا أقصد يعني أقصد تحديدا حكومة حزب العدالة والتنمية، وصلت إلى مرحلة من العنجهية أنها تقفز من فوق القوانين، ولها قدوة اللي هي الكيان الصهيوني، وبدأت عدوانها على سوريا. لذلك إن اكتشف الإعلام أن هناك تهريب أسلحة، أو لم يكتشف الإعلام، إن استطاع أحد أن يسرب بعض الوثائق أو لا، هي في مرمى الخطر. يعني هي تعرف تماما خطورة ما تفعله، لكنها تراهن على أنها تريد أن تكسب هذه المعركة، والتاريخ يمحي عادة أخطاء المنتصرين، لكن ما حصل هو عكس ما تتوقع حكومة حزب العدالة والتنمية. قد هلا ناخذ مثال عن القانون الدولي مثلا، على سبيل المثال المشكلة الأرمنية أو المجازر اللي ارتكبت بحق الأرمن 100 عام. نعم. 100 عام مستمرة من الطلبات الخجولة ومن الطلبات العالمية لم تؤتي ثمار. إذن لا يرتكن أو لا يجوز أن نركن إلى موضوع القانون الدولي ولا إلى الأمم المتحدة على الإطلاق. هو صحيح عصر قوة، لكن قوة تستمديها أنت من شرعية وجودك. طبعا. من شرعية مشروعك أنت كدولة معتدى عليك وتستطيع الدفاع عن نفسك. طيب إيران عم تعمل عمل نووي، اتهامات بأنه بتروح بالاتجاه القنبلة، وآراء تقول أنها للأغراض السلمية، لكن إيران بحكم القوة التي تمتلكها ماضية في مشروعها. صحيح. يعني فليدين كل العالم، ما عنده مشكلة. تستطيع أن تدافع، الدول القوية تدافع عن مشاريعها بقوة. الدول المعتدية تستعمل القوة لكنها لا تضمن أن تنتصر، لأن كل الحركات الاستعمارية اللي صارت عبر التاريخ كلها باءت بالفشل واندحرت. لكن لن ينصفك قانون دولي. طبعا. ينصفك قدرتك على الصراع والنصر. طيب ننتقل للأستاذة هبة. طبعا بعد كل هذا الشيء اللي حكينا نرجع شوي للتاريخ، لل 2002 لما فاز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التركية. طبعا بهذاك الوقت حاول يعمق علاقاته مع سوريا للدخول للمنطقة العربية من البوابة السورية. هاي العلاقات اللي صارت بهذيك الأيام نموذجية، هل كانت هي فخ أو مصيدة؟ نعم، هي كانت سوريا تعتبر باب المقاومة الأول والأكبر. تفضل. صح، كانت هي فخ. أردوغان بلش بعام 2002 وأسس حزب التنمية العدالة والتنمية، وكان أردوغان على أساس أنه عم بينادي بسياسة صفر مشاكل. فوطد علاقاته على اساس مع سوريا مشان انه يعني يضمن الشعبيه عنده بالشعب التركي، يضمنه مشان تفضلي يضمن مشان الانتخابات. طبعا يضمن الفوز بهي الانتخابات. ايوه بس وصل يعني العلاقه جيده مع سوريا، ويبدو رتب شيء. طبعا اردوغان هو سفاح، يعني اردوغان كان من وراء مشروع صهيوني تابع لاسرائيل، فاكيد يعني اردوغان طالما تبنى سياسه السلطنه العثمانيه تماما، السياسه العثمانيه اللي حكمت 4 قرون. صح. بالوطن العربي، فهو كان اردوغان هو وريث للدوله العثمانيه اللي حكمت عصور الظلام اللي حكمتنا نحن لمده 4 قرون. صح. دكتور بسام، طبعا قبل هاي المرحله ب 98 توقعت اتفاقيه اضنا ما بين سوريا وتركيا. نعم. ببعض الوساطات العربيه منها يمكن السعوديه وغيرها، حول ترسيم لما كان في صراع كان حيؤدي لحرب ما بين سوريا. نعم. وتركيا. نعم. بال 98 هاي المعاهده الى اثار مستقبليه بعد كل شيء عملته تركيا بالمرحله الحاليه؟ هلا بالنسبة للمعاهدة الدولية هي ملزمة، اتفاق ملزم، ولكن بشرط أن تبقى الظروف على أحوالها. يعني في بالقانون الدولي قاعدة إنه العقد ملزم لعاقده والمعاهدة ملزمة لأطرافها،
بشرط ضمني بين المتعاقدين انه تبقى الظروف على حالها، انا بلتزم طالما مجرد الظروف تغيرت الظروف تغيرت اذا تغيرت تغير جوهري بالظروف كان المعاهده لم تكن. انا عملت معاهده على اساس الظروف هيك والاتفاق الضمني هيك، تغيرت هذا يعني ان المعاهده لم تكن. انا رغم اني يعني ما هي الالتزامات بترتب المعاهده، صلب المعاهده ماني مطلع عليها، ولكن بعرف المعاهده كانت ايقاف الدعم لو بشكل اعلامي لحزب العمال الكردستاني، وقف الدعم لحزب العمال. نعم. تركيا كمان انه ما تتهم القياده او الحكومه السوريه او تدعم الاخوان المسلمين او دعم بسوريا. الاخوان نعم. موضوع نهر الفرات نعم. وخلافه نهر الفرات وتقاسم يعني طبعا. نوع من تخفيف العلاقات المتوتره او حسن جوار، نوع من يعني تحسين العلاقات. طيب اذا بدنا نرجع لموضوع اللي حكى عنه الدكتور حسام ما بين الصراع وما بين فعلا القانون، يعني هلا القانون انت مثل ما حكيت بين بتكون دوله ودوله بالاخير في تنازع على شيء معين بينحل بالقانون الدولي بالنزاع صح. اما بالنسبه للصراع يعني هلا عندنا بسوريا صراع 83 دوله هاجمه على دوله صح. محدده ذات جغرافيه نعم. معينه نعم. تحارب جميع العالم نعم. هلا في فرق بين الصراع والنزاع، النزاع بيكون خلاف حول القانون الدولي القائم. عندما نقول هل التدخل التركي مخالف للقانون الدولي، نعم هناك قاعدة في القانون الدولي يمنع التدخل بكل شكل. إذا نزاع قانوني في قانون حاكي عن مسألة واخترقته تركيا يعني من زاوية القانون الدولي غير، هذا اسمه نزاع قانوني ممكن أسس عليه دعوة أمام المحكمة. أما الصراع بيكون خلاف إيديولوجي، يعني الخلاف الإيديولوجي مثلا نقول الصراع العربي الصهيوني، هلا رح نوصل نحن مع تركيا للحالة، الصراع السوري ما بعرف شو نسميه بهالتسمية، شو المشكلة يعني صح. الأردوغاني السفاح المجرم يعني المتغطرس المتعصب لي 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 يعني اللي بنرجع للكلام نعم. دائما الذي صراع فكري الايديولوجيا نعم. يعني هو الصراع بيكون بين ايديولوجيات، مثلا صراع الغرب والشرق فكري ثقافي اجتماعي تمام. سياسي اخلاقي، فالصراع حله ما بيكون عن طريق ليس الغاية منه خلاف حول القانون، الصراع يكون يدور حول تغيير ما هو قائم صحيح. يعني هلا مثل التدخل في حول نظام الحكم في سوريا، التدخل النظام السياسي الاقتصادي الاجتماعي، تغيير مد المعارضه بشكل واستقبال المعارضه، هذا صراع لم يعد هناك قاعده في القانون الدولي تحدد. اذا صار في موضوع على سياده الدوله وامنها اكثر من النزاع، صار في خلاف ايديولوجي، فهذا هم يحاولوا تغيير ما هو قائم صحيح. فهنا تغيير قواعد القانون الدولي. ما هو قائم يأتي بالنسبة للانتخابات دكتور نعم. حسام، يعني إلى أين سيتجه الائتلاف اليوم الذي نراه كان في أحضان تركيا وهو الطفل المدلل لدى تركيا؟ خلينا نقول إلى أين ستتجه تركيا نعم. هذا أهم، يعني خلينا نأخذ مثال وبعد نروح على التركي نعم. المصري محمد مرسي اللي كان رئيس رفع علم الثورة ما سموها الثورة، وتبنى المشروع جملة وتفصيلا صحيح. وتعهد بإرسال مقاتلين صحيح. عندما تغير الوضع السياسي وتغير المزاج الشعبي المصري وأتى السيسي ليحكم مصر، أنت في مأمن إذن من هذه الخاصرة. اليوم في تركيا تبدل الواقع الحال تماما، تبدل كلية، تركيا مقدمة على مستقبل مجهول. أنا بالنسبة لي تركيا رايحة لمستقبل مجهول طالما أردوغان لم يستطع نيل الحصة الكبيرة من إدارة تركيا، لذلك كل من رعاهم أردوغان الآن أصبحوا في تشتت وضياع صحيح. يعني ممكن بسهولة شديدة هن بكل الأحوال من وقت المجلس الوطني أو مجلس اسطنبول بدأ عدم الاعتماد عليه وانبثق عنه عدة هيئات وتكتلات صحيح. لأنه الرعاية والضمانة التركية، شوفي الرعاية والضمانة التركية بالحقيقة لهالشكل السياسي كان تغطية للنزاع المسلح أو للعصابات المسلحة الموجودة في الأرض السورية نعم. يعني هن بدهم واجهة سياسية تقول أنا المقاتلين اللي إلي عم يعملوا كذا وكذا، عمليا هن ما بيحتكموا ولا على مقاتل، يعني مشغل المقاتلين هو مختلف كليا عن من يستضيف هؤلاء في الفنادق. إذا اليوم من تبنتهم تركيا أصبحوا في شتات، رح تشوفيهم رح ينتقلوا من تركيا، لأنه تركيا الإخوانية لن تعود موجودة ولم تعود موجودة، انتهى وجود تركيا الإخوانية، انتهى على الإطلاق على الأقل في العشر سنوات القادمة. إذا هؤلاء الذين رهنوا مصيرهم بمصير أردوغان وهم من جزء من مشروع الإخواني الصهيوني في المنطقة، ستجدينهم ينتقلون إلى قطر، إلى السعودية، إلى الإمارات، إلى 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 الحضن الآخر، حضن الخليجي خلينا نسميه تحديدا، ليعود من جديد فكرة استثمارهم مرة أخرى.
تركيا الحديثة القادمة لن تسمح بشكل من الأشكال إلى أن تنزل في المستنقع الإرهابي من جديد. تشكلت قوى صاعدة مهمة جدا، لكن ربما ينتفض أردوغان ويستعمل خزان الإرهاب الموجود لديه في تركيا من أجل، أنا هي رؤيتي الشخصية ما ببدلها من بداية الأزمة، من أجل أردوغان يسعى إلى تقسيم تركيا قبل أن يسعى إلى تقسيم سوريا. سأليني لماذا؟ بقول لك لأنه أردوغان إخواني، والإخواني صهيوني، والصهيوني حلمه التقسيم، وتقسيم تركيا إلى عدة دويلات مصلحة صهيونية بامتياز، لأن تركيا المستقرة اقتصاديا، العلمانية، المؤمنة بقوميتها، ذات علاقات جوار جيدة، منضمة للاتحاد الأوروبي، لن تقبل بالجسم اللقيط اللي اسمه الكيان الصهيوني. ممكن تعمل معه علاقات اقتصادية عسكرية، لكنها لا تقبل بمنطق التعدي أو الاستعداء. خذي مثال حرب تموز، كل الدول الأوروبية استنكرت العدوان الإسرائيلي، تركيا الإخوانية تقبل بالعدوان الإسرائيلي فيما لو حصل، لأنه يحصل على أنظمة هي تفترض أنها تعادي القضية الفلسطينية. يعني هلأ اليوم إسرائيل تعتدي على سوريا، وأردوغان هو رئيس الجمهورية مطلق الصلاحيات، يمكن بيشارك إسرائيل في العدوان. ورا أعطيك دليل على ذلك. النصرة تدعمها تركيا، النصرة التي موجودة الآن في أحضان إسرائيل ترعاها إسرائيل وتحتضنها. من يحتضن النصرة في الشمال؟ أردوغان. أردوغان إذن هو إسرائيل. حلم أردوغان الآن هو تقسيم تركيا، وأنا لا أراهن على ذلك، لكني دائما أتوقع ذلك. الأخوان دائما حلموا بتقسيم الوطن، حلموا بالانصياع للمشروع الصهيوني، لأن في الحضن الصهيوني هم يستقرون. أصلا هم أداة لهذه، ليسوا أداة، هم صهاينة، ليسوا أداة، هم صهاينة، هو إسلام صهيوني بامتياز. طب ننتقل للأستاذة هبة، هل نستطيع أن نراهن على مواقف المعارضة التركية؟ طبعا سمعنا بالانتخابات تصريحات كثيرة منها لرئيس حزب الشعب الجمهوري، ذكر فيه أنه هو مستعد أنه يطرد كل المسلحين، كل معارض سوري بتركيا بيعتبره داعشي. فينا نحن براهن عليهم مثل ما راهننا سابقا على أردوغان يا ترى؟ نستطيع مبدئيا، أنا برأيي الشخصي نستطيع أن نراهن، يعني شيء مبشر. هنهم أول شيء هنهم كانوا كثير متعاونين معنا مع حكومتنا خلال الأزمة، وإجوا عملوا كذا زيارة، فكانت المعارضة موقفها كويس مبدئيا، يعني كموقف. هلا وقت صارت الانتخابات انه حسينا انه المعارضه عم، بما انه صار إلى كمان قرار، يعني حق بالقرار التركي، فحسينا انه هي عم تبشرنا بشيء انه رح تحمي الحدود، رح توقف زحف المسلحين، تدفق المسلحين، وهيدا نحن شيء طبعا هيدا يعني بيخدمنا. اكيد هو رح يشكل بؤرة عندهم، لأنه المسلحين رح يتجمعوا، رح يسوروا أكيد فيما بعد، رح يسوروا في حال أنه ما نحط لهم حد، لأنه هنون تجمعوا وانحصروا بتركيا. فنحن يعني مرتاحين، رح نكون وايد المطلوب أكيد. تفضل دكتور. حللنا المسألة من منطلق إيديولوجي، معلش شوي. القوي طبعا المنهج التاريخي والقانوني ما بيخدم تركيا عبر التاريخ، ما كان علاقاتها مع العرب جيدة، فهنون عبر التاريخ صراعات واحد. المنهج القانوني هم ضد، يعني القانون الدولي بقى عندهم منهج القوي والمصلحة بالعلاقات الدولية. القوي هي قدرة التأثير النسبي للدولة في محيط الإقليم. جاءت تركيا فحاولت أن تظهر قوتها في القوي في المنطقة، لم تجد لها دور، تجد لها دور عن طريق الطرق السلمية، يعني المعاهدات الاقتصادية اللي وقعتها مع سوريا مع الدول الثانية، حاولت إنه صفر مشاكل عوضة بعلاقات حسن جوار. يبدو دورها كان اقتصادي محدود وإله إلى حد ما ندية، يعني في تكافؤ إنه يبدو يوصل لصفر علاقات تماما، بده يصير يعني تكافؤ بالعلاقات بالمعاهدة، إنه في التزامات متبادلة. نعم. والاقتصاد هو ذكي بحد ذاته، يعني ما بيسمح بالنهاية بحط ضوابط لوحده. فقالت إني أنا بدي لاقي منهج قوي عبر تحديد نفوذي في المنطقة عبر الحامل الإخواني اللي حكى عنه الدكتور حسام، فإنه بدي أنفذ عبر المنطقة العربية، فأنا بدي الإسلاميين المتعصبين المتطرفين اللي عندهم فكر بدائي وهابي متخلف راح يكون هو الحامل لقوتي ونفوذي في المنطقة.
على خلاف الآخر اللي عم بالمنطقة عم بينفذ عبر العلاقات السلمية وعبر العلم والتكنولوجيا، سواء إيران ولا روسيا ولا أي دولة في الجوار، عم تشتغل فعلا وفق أسس علمية ومنطقية وأخلاقية في علاقتها مهما قيل. ما يعني فهو نفذ، جند هالناس كأدوات واعتبر أنه أنا السلطني الحلم القديم بعيده، وببصر سيطرتي ليس سوريا ليست إلا مدخل، كانت كون حققت شغلتين، مدخل للوصول إلى الوطن العربي مصر، شفت موقف مصر من ليبيا من اليمن، موقفه نهائي يعني كالسلطان عثماني يتصرف بكل ما اسمه بأمر الله وكل الناس عنده عبيد وعنده هالنزعة العثمانية المتخلفة. فاثنين بيكون الحامل الحمل للنفوذ هالناس المتخلفين المتعصبين هم معادين بالأصل لإيران. هناك تيار آخر يعني، معلش نقول التيار الشيعي، إذا حملنا هالحامل رغم أنه إيران ما بتشتغل أنه أنا دولة شيعية أو كذا، لا ما هو هذا، ولكن حتى يوقف هالمد الآخر إيران أنا بحمل هالحامل المتطرف، فبصدم بيعمل صدام مع هالقوة الإيرانية المتنامية. كون حققت شغلتين، نفوذ بالمنطقة ووقفت المد الإيراني، وهون شو بيكون رضي عن الاتحاد الأوروبي؟ الاتحاد الأوروبي قالوا لأردوغان أنا لا يمكن أقبل فيه كدولة على طرف الاتحاد الأوروبي ذات طابع مسلم. مسلم قالوا له أول شيء بدك تلغي لي عقوبة الزنا. تخيل حتى يعني أوروبا عندها الحقوق والحريات مقدسة ضمن بلادها، ما ما نحكي مع الشعوب الأخرى هي قمة الدكتاتورية. فقالت له الغي لي عقوبة الزنا، الزنا ما في الغيها دولة إسلامية يعني بالقرآن موجودة. قالوا له هي حرية الإنسان، قالوا له الغي لي كذا عدة مواد بالدستور. أوروبا لا يمكن تقبل دولة إسلامية على حوافها كتركيا. فقالوا له أنت عمول نفوذ، إذا قويت فعلا بالمنطقة العربية وكان لك سبق يعني القوة والهيمنة، ممكن نحن بلكي الاتحاد الأوروبي بيكون مدخله للعالم هون بالمنطقة من خلال تركيا. وبالنهاية كلهم عم يشتغلوا تحت الغطاء الأمريكي، يعني الاتحاد الأوروبي أيضا هو ليس إلا جزء من الحلف الأطلسي بالنهاية. صحيح تمام. يعني هي إذا بمنطلق القوة والمصلحة، تحليل هو الأدق من منطق تاريخي لا ما بيزبط، منطق قانوني. فالقوي طبعا والقوي خاطئ أو سياسي غبية تماما، لأنه هنن وجدوا أنه سوريا والدول الثانية معتبرين فعلا عندهم هالنظرة التكبرية تجاه صحيح العرب. هذا الكلام أنه نحن 400 سنة وكذا، هدول الدول العربية معقول يكونوا وصلوا لمرحلة من التطور بالحكم والإدارة؟ عندما صار مباحثات وشافوا القوي والحلم السوري والحلم العربي أنه يتحقق وربط البحار الخمس والقوة الإقليمية، وفعلا نحن عم نحكي بأخلاق دولية وبقانون وفق القانون الدولي وال يعني لتنمية حاجات الشعوب والدول، سوريا هيك كان توجهها حكما. صحيح. ما كان عندها يعني نية مبيتة خبيثة. فلما اطلعوا أنه سوريا هيك عم تحلم وهيك عم بدها تبني قوة إقليمية في المنطقة، كثير هذا الموضوع هز الوجود التركي، فبدأت تدخل الدسائس والسموم في المنطقة. إدخال هذه السموم إلى المنطقة العربية وخاصة كما رأيناها الشرسة في سوريا، الآن وضع المسلحين كيف سيكون بعد تشكيل حكومة جديدة أردوغان خارجها أو الإخوان خارج هذه الحكومة؟ يعني كيف سترتد هذه الحكومة على المسلحين وكيف سيكون موقف المسلحين من هذه الحكومة؟ يجب أن يكون هناك معطيات لدى الحكومة. في نوعين من المسلحين عم بيتم تسريبهم عن طريق الأراضي التركية. نوع عم بيكون اسمه داعش. صحيح. ونوع عم بيكون اسمه جيش الفتح وجبهة النصرة ونور الدين الزنكي. صحيح. وبقية. مسميات والألقاب. بالضبط. نوعين المسلحين هدول أصلاً بما معناه تقدم ثبات على الأرض السورية ومن اقتتال بينهم. هذا الاقتتال يأخذ حده الأعظمي بعد إسقاط الدولة السورية. مشروع إسقاط الدولة السورية ملقى على من يسموا أنفسهم معارضة معتدلة مسلحة، وليس على داعش. داعش مشروع آخر، يعني لم تأخذ على عاتق داعش بالعنوان العريض إسقاط الدولة السورية على سبيل المثال. لماذا يتم التركيز والاشتغال على المعارضة المعتدلة المسلحة؟ لأني فيني بدعمهم رسميا وعلنيا عن طريق الحكومات ومن بينها حكومة أردوغان بدون أي حرج وبدون أي تأثر من القانون الدولي. يعني أنا البارحة أحد المحللين الأتراك عن هذه النقطة قال، هو من أنصار أردوغان يعني من حزب الإخوان الشياطين، قال لسنا وحدنا من يدعم المعارضة المعتدلة المسلحة، لكن لا يستطيع أن يقول هذه الجملة على داعش، لأنه داعش منظمة إرهابية دولية لا تجرؤ دولة في العالم
على أن تقول أنني أدعم داعش. الكل يحارب داعش. صحيح. فمهمة الدولة السورية الآن هي القضاء على، لذلك بنشوف سير المعارك، ولو إنه يعني الموضوع ليس موضوع نقاشنا، سير المعارك متوجه بشكل كثيف أكثر على من يدعون أنهم معارضة مدعومة مسلحة معتدلة إلى آخره. بس دكتور شامل، قوام هاي المعارضة المعتدلة المسلحة هي جبهة النصرة، وجبهة النصرة دوليا هي من المنظمات المتشددة. خذني بالإعلام اللي اعتبروها، خذني بالإعلام بس عمليا عم يدعموها. مزبوط، هذا أنا وأنت بسوريا بنقول هيك، لكن خذني بالإعلام اللي هو ضدك واللي هو ظاهر على الرأي العام، ما بيظهروا ولا جبهة. تغيروا له اسمه، يعني سووا جيش فتح. هو على فكرة على فكرة كان اسمه جيش الفاتح، لكن اعترضوا المحليين من المسلحين لأنه هذا له بعد تركي، بعد عثماني خلينا نقول. المهم، فالتظهير هو على أنه هي معارضة سورية، وبيركزوا أحياناً، ما بيركزوا على الشخصيات الأجنبية اللي وافدة، بيركزوا على سوريين عم بيتحدثوا باسم جيش الفتح، معارضة معتدلة. المهم، هلأ نحن سؤالنا كان هؤلاء المسلحين شو، ما هو مصيرهم، كيف بده يكون، سواء كانوا داعش، سواء كانوا نصرة إلى آخره. حالياً هن متواجدين بأريحية في الجنوب التركي، وبالجنوب التركي خلينا نسمي لك الغربي والشرقي، يعني الجنوب الشرقي والغربي والجنوب التركي الشريط الملاصق لحلب. لاحظ التدفق عم بيصير من مناطق إدلب، ما عم بيصير بشكل مكثف من مناطق حلب. لا أبدا. أنا بعض المعلومات التي لدي أن جزء كبير من الجيش التركي الذي يتحكم بالمناطق التي تعلو حلب لا يتوافق مع سياسة أردوغان ويعيق كثيرا دخول المسلحين، بينما الخاصرة الموجودة من اتجاه إدلب خاصرة متفقة مع أردوغان. الجيش نقاط الحدود نقاط قديمة متعاونة ومتعطشة في التهريب، يعني هي أصلا مبنية كل القصة على قضية التهريب والكسب المادي، فمراكز الحدود هناك طيعة جدا لهذا المشروع ومتورطة هي وضباط الأتراك. في مراكز حدود ثانية مو متوافقة معهم؟ لا أبدا، ممكن حتى تكون تابعة للمعارضة. يعني تعلق معلومة، في بعض الأبطال السوريين اللي عم بيآزروا الجيش العربي السوري دخلوا من الجزيرة عبر الحدود التركية وانتقلوا إلى مناطق يؤازروا الجيش السوري ومررهم الجيش التركي. يعني فينا بنقول في انتماءات لبعض عناصر الجيش التركي للمعارضة التركية حتما، وآخرين حتما تابعين لحزب أردوغان. لا يتصور أحد أنه أردوغان أطبق على الجيش التركي كاملا، مستحيل كامل. هذا لا يحدث أصلا في مكان، لا يحدث في دولة من دول العالم، وخصوصا وهو في حالة اعتداء على دولة، وخصوصا وأنه يغير شكل الدولة. يعني أنت لاحظ، رحت لغير نقطة، لاحظ شكله في القصر وهو متبني المظهر العسكري عبر عصور مرة فيها الخلافة. صحيح. هو لا يعتز بشخصية المقاتل التركي الذي أسس له كمال أتاتورك، هو يعتز بأصول دينية سلفية استعمارية. المهم، هؤلاء المسلحين سوف يجدون أنفسهم تحت المطرقة والسنديانة، تحت المطرقة والسنديانة، الجيش العربي السوري من جهة والجيش التركي. أنا دائما عندما كنت أقول هذا الكلام كثيرين كانوا يقولون أن الجيش التركي متواطئ عميل. صحيح، هو موظف لدى حكومته، بلحظة من اللحظات ينفذ أوامر، لكن في حال الحدوث التغير السياسي الآن الحكومة سوف تملي أوامرها. صحيح. تظهر انتماءات حقيقية، هؤلاء المسلحين سيكونون بين فكي، كما يحدث بيننا وبين المقاومة في لبنان، وكما يحدث بيننا وبين الجيش العراقي. إذن هؤلاء المسلحين الآن أهم شيء، وهذا نحن أكدنا عليه بخطابنا السياسي، قطع مصادر التمويل، هذا مهم جدا، وهذا راح يتأثر بعد تغير المزاج والسياسي في تركيا، تخفيف عدد الواصلين من الإرهابيين. هؤلاء سيستخدمهم أردوغان بخبث شديد لكي يثيروا مشاكل في تركيا، في داخل تركيا، يعني هم سلاحه المتبقي له، تماما كما فعل مرسي قبل أن يدخل السجن. مناصرو مرسي عندما حصلت الحركة في الشارع حرقوا وقتلوا وسحلوا الناس في الشوارع طائفيا ومذهبيا، حتى إذا بدي سمي لك يعني ناس من النوبة غير موافقين لهم، وظهر وجههم الحقيقي. الجيش المصري ماذا فعل؟ هو نفسه الجيش المصري اللي كان بأمرة مرسي، أطبق على مرسي وانتزع منه المفاصل الحكم. إذن والإرهاب الآن في مصر مطارد محاصر في سيناء، الشعب المصري رافض جملة وتفصيلا لكل مشروع الإرهاب. هذا سيحصل في تركيا، نتمنى للشعب التركي
يعني حقيقة نحن كمان ما بيجوز نعمم، في شعب تركي متضامن معنا مع قضيتنا، لكن الإعلام لم يكن، الإعلام التركي والغربي لم يكن يأخذه بصورة حقيقية. نحن حضرنا مؤتمر كأماني، حضرنا مؤتمر في بيروت لمناهضة سياسات العزل التي تستعملها أمريكا وأردوغان وإسرائيل على الشعب السوري، وكلهم أتراك. يعني هذا حصل. إذن المستقبل السيء ينتظر أردوغان، المشاكل تنتظر تركيا، الاستقرار ينتظر سوريا. طيب أستاذ هبة، بعد الانتخابات الأخيرة في تركيا إلى أي حد ستتغير السياسة الخارجية التركية برأيك؟ سياسة الخارجية مش فاهم، يمكن نفس المحور. صحيح. هلأ السياسة تغيرت لأنه أردوغان ما عاد هو بإيده القرار المطلق، فصار له مشاركين بالقرار، في عنا المعارضة، في عنا الاثنين الأكراد والحزب الثاني، فهو صار القرار بإيد، يعني أردوغان ما عاد هو قادر أنه يأخذ القرار بنفسه، في مشاركين أكيد رح يفرضوا رأيه ورأي الشعب، أكيد خاصة أنه نحن نستبشر خير بالمعارضة اللي كان له كثير، يعني اكيد ايام اثار ايجابيه، وخاصه اثار ايجابيه اكيد 60%، هيدا اكيد شيء دليل كبير وواضح انه 60% من الشعب التركي، انه هو اخذ 40% من الانتخابات 60% ضده. صحيح. فهيدا كمان شيء مبشر. صحيح. دكتور بسام، انا بدي اسالك عن دكتور بسام، أنا بدي أسألك عن الأفعال التي كنا نراها من أردوغان في الأيام الأخيرة، وهي كانت معاملته لبعض الضباط الأتراك، وخاصة أيضا بعض الصحفيين الأتراك، زجهم في السجون، التعامل معهم بطريقة قصرية جدا كبيرة. ألن تفتح هذه القضايا بعد هذه الانتخابات وما رأيناه من نتائج؟ أكيد من المتوقع، ومن خلال الصحافة التركية ومن خلال استطاعة الرأي، انه الضباط الاتراك والقضاة، حتى القضاة المحاكم كانوا عندهم بعض الدعاوى في ضد حتى ابنه لاردوغان بلال، اللي اختلس ملايين دولارات من الشعب التركي يعني. وبالنسبه للضباط الكبار اللي كان عندهم توجه، ما توجه مثل ما حكى الدكتور، نحو يعني العلاقات الطيبه مع دول الجوار، وما تكون سوريا دوله عدوه. يعني نحن الحقيقه عملنا مناوره مشتركه اثناء بيننا وبين بين 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 الجنرالات الاتراك، وزاروا سوريا، وانا يعني كنت على اطلاع بهالموضوع. فهم يعني عكس المنطق التاريخ، دوله جوار ودوله في الشعوب، شعب يعني ترابط اجتماعي، عكس منطق التاريخ ما تصرف أردوغان. الحقيقه هو يعني في ظلم بالمساله، والظلم اكيد لا يمكن، انه طالما المعارضه صار انتخابات بعد هالسياسه التركيه الواضحه، يعني هلا الانتخابات الحديثه، اذا سياسه تركيا هيك تجاه سوريا، سياسه تركيا تجاه العراق، تجاه الاكراد، تجاه كذا، فانتخبوا بناء على سياسه واضحه. فمن انتخب، وهالفشل الحقيقه هو اردوغان كان عامل كثير من الناحيه الاقتصاديه وتنميه اقتصاديه، كان متوقع انه يفوز بالحكومه بالمطلق. صحيح. يعني لانه كان كثير مشتغل على الموضوع الاقتصادي والتنمي ضمن بلده، ولكن خسر. هو الحقيقه ربح من حيث الاعداد، الظاهر طلع الاول صحيح، ولكن فعليا هو خاسر. يمكن كان بده يغير نظام الحكم تماماً. بعد كان بده يتعدل الدستور بالقانون، تعديل الدستور كان بامكانه لو وصل لرقم 60%، كان عدل الدستور بدون حزبه فقط. تعديل الدستور يعني شيء، يعني كان بده ممكن يزيد صلاحيات رئيس الجمهورية، بده يعمل حكم ذاتي للاكراد، حكم يعني في عدل بكل اثنين، من اجل التدخل الجيش التركي في اي حرب اذا كان لا يملك 50% بده موافقه ال 50 ايه، بده يكون معه 50% على الاقل من حكومته ومن حزبه حتى يسمحوا له بالتدخل بدون حزب اخر. هلا لم يحقق هذه النسبه، يعني بالدستور التركي هيك، انه لو انه اخذ 50% كان في تدخل كل حزبه هو بالوزاره حاليا بحاله ال 40% شو صلاحياته، لم يعد، لما بده يشكل ائتلاف مع حزب اخر، انه متوقعين اكثر حزب قريب له الحزب القومي التركي، عنده نزعه عثمانيه كالقومي التركي، طبعا اخذ هو هذا بحدود ال 50 او 60 مقعد بالبرلمان، يعني اخذ 14% الانتخابات، قريب من اردوغان ولكن بخالفه حول نظرته للداخل التركي، يعني التنمية والتحرر والحريات، طبعا هذاك دين كثير متعصب للقومية التركية القديمة، ونظرته لدول الجوار. يعني 54 كافية
54 كافيه لحتى انه يعني حزب اردوغان مع الحزب الحملي التركي حكومه او ائتلاف لازم يكون على الاقل 60 لازم يعني اذا مو كافيين الحزب القومي مع اردوغان بشكل 50 وما فوق ولكن مو كافي لا يعني اذا بحاجه هو للاتفاق مع الاحزاب الاخرى مع حزب الشعب الجمهوري حزب او او مع حزب الشعوب حزب الشعوب نعم طيب تفضل بننتقل للدكتور حسام. دكتور حسام يعني هلا نحن حكينا كثير عن تركيا ووضعها بسوريا وعن الانتخابات، بدنا نحكي شوي عن موضوع المصالح. هلا ايران هي حليف كبير لسوريا من ضمن محور المقاومه، تركيا دوله فينا نقول صارت عدوه لسوريا، عدوه للشعب السوري، لكن نجد البارحه صحيح غدا لا اليوم تغير غدا لا بتغير غدا لا طيب هلا لسه في يعني المركز الاول فينا بنقول نقراها شوي لو كان نقراها شوي لبعيد يعني ما نقراها بتاريخ اليوم يعني نقراها شوي لبعيد وتذكر امبارحه كيف كنا يعني مثل الانتقال بمصر من مرسي من مرسي لعدلي منصور كمرحله انتقاليه بعدين للسيسي ممكن يكون هيك طيب نحن بدنا نحكي شوي عن موضوع العلاقات الاقتصاديه ما بين تركيا وما بين ايران هلا يبدو انه العلاقات الاقتصاديه بتحكمها احيانا المصالح صحيح فالعلاقات الاقتصاديه ما بين ايران وتركيا والزيارات المتعدده يعني يقال انه تركيا تستورد نحو 90 الى 95% من الغاز الطبيعي الايراني هو اغلى غاز تستورده تركيا كيف ممكن هذا الامر عم يصير اولا ما في داعي نستغرب علاقة بين دولتين ما في داعي نستغربها يعني كل دولة الاقتصادية. كل دولة وراء مصالحها مش كل شيء في الدنيا ايديولوجيا و يعني ناخده بنظرية انه كله في خدمة هذه الايديولوجيا احيانا انت بتعاملك هاد ممكن تنصب الفخ لعدوك وعدوك يبتلع هذا الطعم يعني انا العلاقة اللي بنتها إيران مع تركيا أنا بعتبره فخ إيراني ذكي جدا صحيح إغراء أردوغان بهذه الطريقة لأنه المعاهدة توقع لمصلحة الشعب التركي وليس لمصلحة أردوغان يغادر أردوغان وتبقى المعاهدة ويبقى ويبقى النفوذ الإيراني موجود فيه هذا التوضيح كان كثير مهم لأي مواطن عربي عم تغيب عن باله هي الفكرة فمشان هيك سألنا هذا السؤال شغلة ثانية أنا ليش بدي أشوف العلاقة بين تركيا وإيران؟ هذا شأن على الأقل بقول شأن إيراني تركي. لكن خليني نشوف علاقة إيران فيني. إيران دولة صديقة مقاومة داعمة لم تتردد أبدا لا في تصريح ولا في سلوك ولا في قتال ولا في تدريب ولا في شيء أبدا على الإطلاق. تقف مع حق الشعوب المظلومة لن أقول الشعب السوري. مع حق الشعوب المظلومة في الرد وتحترم سيادة الدول. إذا هذا الصديق الوفي لا أتوقع أنا بين قوسين أنه عندما يبدأ علاقة ما مع دولة تعادي دولته الدولة الحليفة له أن يرمي إلى تقطيع أوصال حلفه مع هذه الدولة الطريق الأقصر فلتؤازر يعني الطريق الأقصر باختصار شديد باختصار تركيا تؤازر عفوا إيران تؤازر تركيا في العدوان على سوريا طريق قصير جدا لكن إيران واقفة مع السوريين وتشتغل شغلها وتفكر لأبعد من بعد غد في علاقتها مع تركيا لأنه تركيا إيران دولة تتمدد برقي وحضارة وإنسانية واقتصاد فاعل وفعال وتمددها لكل من يطلب المساعدة حتى من إطار آخر لا يمكن أن ننسى بأنه بعد 30 حزيران إذا تم توقيع الاتفاق نووي إيران سيتم إعادة المبالغ المالية التي تم الحظر عليها وخصوصا أن هناك مبلغ كبير من تركيا يجب أن يعاد إلى إيران على سبيل المثال نعم يعني ما ندفعه باليمين نأخذه باليسار وين المشكلة صحيح أنا كتير بدي أشكركم لوجودكم معي لليوم وشرفتونا دكتور حسام الدين خلاص رئيس الأمانة العامة للثوابت الوطني في سوريا أهلا وسهلا شكرا لك نورتنا شكرا لك الاستاذ هبه محمد رئيس المكتب الاعلامي في الاماني ايضا اهلا وسهلا فيك المحامي الدكتور بسام احمد استاذ القانون الدولي في جامعه تشرين شكرا لك لوجودك معنا اليوم شكرا لك انا بدوري اكيد بشكركم جميعا وبشكرك منال شكرا لك معزن شكرا جزيلا وكل الشكر لكم اعزائي المشاهدين دمتم ودام الوطن بالف خير شكرا لحسن المتابعه مشاهدينا الى اللقاء